في سؤال آخر يقول: ما حكم قراءة القرآن على القبور وإهداء ثوابها للأموات؟ هذا شيء لم يثبت لا في الكتاب ولا في السنة. قراءة القرآن للأموات لم يثبت بها دليل، وأمور الأموات وأمور البرزخ لا يجوز حمل شيء إلا بدليل، ولم يرد أن السلف كانوا يقرؤون القرآن للأموات ويهدون ثوابه للأموات، وإنما الذي ورد الدعاء للأموات والاستغفار لهم. نعم. أحسن الله إليكم. بقوله الشيخ: أهداء ثوابها للأموات، أحيانا نسمع من بعض العوام يقول: أستغفر الله ثوابها للأموات، لا إله إلا الله ثوابها للأموات. هذا عمل صحيح؟ هذا دعاء، لكن ما له داعي يقول ثوابها، يقول استغفر الله لفلان أو اللهم اغفر لفلان أو اللهم اغفر لفلان أو استغفر الله لفلان أو ما أشبه ذلك، بدون يقول أهدي ثوابه، لأن هذا معناه أنك تفصح عن نيتك، ولا يجوز التحدث بالنية، لأن الله يعلم النية بدون أنك تتحدث بها. نعم. يقول بدل عن ذلك: قل استغفر الله لفلان أو اللهم اغفر لفلان. نعم. أحسن الله إليكم ونفع به. أو يعمل العمل والصدقة وينويها لفلان بقلبه بدون أن يتلفظ. نعم. صدقة أو دعاء؟ أين صدقة، الصدقة بالذات، والأضحية إذا أراد أن يذبحها، والحج والعمرة، ينويها للميت ولا يتلفظ بذلك، إلا عند الإحرام إن كان ذكر أن هذه العمرة لفلان أو نيابة عن فلان من أجل أن يذكر نفسه بذلك، فلا بأس بذلك، لكن كلما أسر هذا في نفسه فهو أحسن. نعم.